يعني لو انا معزومه على فرح ومش العروسه ملها، يعني ممكن اعمل ميك اب مش شرط يبقى زي العروسه، يعني العروسه ليها ميك اب منفصل تماما، بيكون ليها ثبات تاني خالص وماتيريال تانية خالص. بنستخدم العروسة هاي اند ميك اب، هاي اند كله بيكون براندات بنجيبها من بره مصر. انت بتعملي هايلايت كده دلوقتي في كورنر؟ انا دلوقتي بستخدم الشيمر، دلوقتي الترندي برضو معانا ان احنا نستخدم الالوان الشيمر مش الجليتر. اوكي موضة الجليتر ادمت خالص. اوكي ما فيش جليتر يا جماعه، هاف ليله العمر بقى، وانه كله بينور بقى، ولاقي الرموش بتنور والعينين بتنور والحاجات دي. هو شيمر يلا هيصه، هو شيمر برضه بس ما فيهوش الجليتر بتاع زمان. طب هل ده ينفع كل الوان البشره سواء بشره بيضاء او بشره تاند يعني او سمراء؟ اللون الجولد والشامبين والروزات بتليق على كل البشرات، بس البشره الخمريه والسمراء بيليق عليها النود اكتر، بحس ان هو بينطقها. صحيح. الرموش بقى، كلمينا بقى انجي عن الرموش، هتبقى وحدات فلايرز كده، وحدات يونتس تتحط في حتت معينه، ولا تبقى كامله للعروسه؟ بصي العروسه برضو بيبقى استخدامها غير اي حد، بنستخدم اللي هي الرموش الكامله عادي جدا. الكامله عادي ما ينفعش نستخدم لها تقيله عشان العروسه تبان في وسط الهيصه دي، ولا هي كده كده متميزه؟ بصراحه هي دي بتفرق ان كل حد بيحب ايه. في عرايس بتيجي تقول انا عايزه رموش خفيفه جدا، انا عايزه رموش تكون تقيله، والعروسه اللي تكون تسيب لي نفسها، يعني مثلا العروسه تروح للميك اب ارتست تقول لها اللي انت شايفاه اعمله لي، ده بيكون احسن بكتير، لان انا عارفه عينك هيليق عليها ايه. بس بتول مثلا، هي نموذج عندنا هنا بتول مثلا، هستخدم لها لاشز تقيله شويه. وشها عندها جفون عريضه، وشها يستحمل انها تحط رموش عريضه؟ عينيها ما شاء الله يعني فيها ليفتنج كده شويه. هل رسمه العين بتحكمك في اختيار شكل الرموش؟ طبعا. يعني العين المبطنه اصعب عين بصراحه اي حد يشتغل ليها، لان هي بتكون صعب ان انت تستخدمي لها اي حاجه غامقه فوق العين عشان هيطبع فوق، واللاشز برضو يعني تبقى صعبه. فاحنا بنستخدم لها هاف لاشز، نص لاشز كده في الطرف علشان تعمل بالظبط كده، مش بنستخدم الكامله. طب انجي لو عروسه مصره بقى على لون معين ومش موضه، وانت عايزه تقنعيها في ليله العمر وتعدي الليله، بتقنعيها ازاي يعني بوجهه نظرك؟ بصراحه هو انا بقول لها رايي واللي هيليق عليها، لو هي مصممه بعمل لها اللي هي عايزاه، لان هي يعني يومها راحه نفسيه، يومها اللي هي عايزاه كله هعمله لها، انما بقول لها رايي لازم طبعا. دلوقتي هنركب اللاش زي الفونديشن بقى، لازم يكون مناسب لكل بشره، ولا الفونديشن اجيب حاجه للاول سكين تايبس او كل انواع البشرات؟ لا لازم لكل انواع البشرات طبعا، لان مثلا البشره الجافه بتبقى عايزه لها فاونديشن يكون خفيف مش تقيل. أوكي. لان دلوقتي اويلي شويه، يكون اويلي شويه، البشره الدهنيه برضو بنبعد عن اي حاجه يكون فيها اويل. يعني انا اتجنب ان انا اروح للفاونديشن اللي مكتوب عليه لكل انواع البشره؟ لا هو اصلا غالبا مفيش حاجه اسمها كده. لا بس بيكون في انواع فاونديشن معينه بتليق عادي، بتنفع مع كل البشرات. يعني بيكون سهل في التوزيع عادي، يعني مفيش طيب اي حاجه. طيب انجي عشان العينين تبقى شكلها طبيعي، انت بتحطي رموش دلوقتي، هل بترفعي من بره الجفون عشان تبقى شكلها مرفوع لما تفتح عينيها؟ افتح عينك، ولا بتبقى مستقيمه كده؟ فهمينا يعني. اللاشز احنا دلوقتي وبتبدا منين؟ من كورنر العين؟ انجي احنا عايزينك بصي، مش عايزين نعطلك يعني. انت وانت شغاله كده بتعملي لها يعني اوكي خلاص. دلوقتي اللاشز بنبتدي، بخليها تبص لتحت، بنحطها من اول نص العين. انا بجرب اللاشز الاول، بشوف لو هي مدبيه العين كلها يبقى مش لايقه على عينيها. لو هي عايزه تتقص بنقصها، بس في عرايس كتير بتيجي تقول ينفع تقصي لي اللاشز اللي هي من هنا؟ اللاشز من هنا مش بتتقص خالص، لازم الطرف بس. الطرف بس، الطرف بس. فانا يعني قصه الطرف عشان تبقى على، افتحي عينك كده، تبقى بصي لحد هنا من اول الجفن لحد ما شاء الله. من جوه سايبه حته صغيره، بتكمليها اي لاينر ولا بتسيبيها؟ بالظبط كده، بتكمليها. لازم علشان تبقى يعني كانك حاطه. هنعملك يا انجي اختبار زي اختبار السواقه كده، انت قدامك 5 مينتس وتخلصي ميك اب العروسه. بقوا 4 دقايق عشان العروسه تلحق الفرح. العروسة عندها فرح يعني، مش عايزين نعطلها أكتر. أنت بالمناسبة دي بتحتاجي وقت قد إيه مع العروسة؟ يعني تجهيز وتحضير وتخلص في قد إيه يعني؟ ساعة. ساعة؟ طب والله حلو قوي. ده معجزة. لا بجد ساعة. دي معجزة طبعا. لا الحمد لله. ده احنا أيام أفراحنا كنا إيه؟ ساعتين. يوم بحاله. والله اليوم بحاله بنجهز من الصبح لبالليل. لا 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 هو ساعة مش أكتر من كده خالص.
وسامبل قوي قوي. لو العروسة عملت كل البيز اللي انت عاملاه الحلو ده ورموش، مش محتاجة بقى الروج الملعلع قوي ولا كده، لا ممكن يبقى نود احلى واشيك بالظبط. دلوقتي اصلا الترندي اصلا في الميك اب الجلوس، اي حاجه جلوس بتكون يعني ترندي معانا. تمام، انا هستخدم لها برضو نود، والنود بيليق على كل البشرات البيضة والخمريه. ايه الفرق ما بين البيبي كريم والفاونديشن؟ البيبي كريم بنستخدمه للديلي، يعني عادي انا دلوقتي خارجه فما يعني انا هحط بيبي كريم ديلي يوز عادي جدا يعني. طب ولو انا معزومه مثلا في حفله يعني فرح او كده، او خارجه او سهره بالليل، برضو البيبي كريم كويس ولا هيبقى حاجه خفيفه قوي؟ البيبي كريم بيكون للنهار بس، للنهار بس عشان ما يبانش ومن عن قرب، لان هو اصلا مش بيخفي العيوب. اوكي. طيب ولو زي ما مها بتقول رايحه بقى عشاء مميز كده وبتاع، ايه الحاجه اللي تخليها مميزه في الاي شادو؟ انا شايفه ان الكونسيلر مثلا بيداري عيوب البشره، دي حاجه مهمه جدا. تاني حاجه بنستخدم اي حاجه كريمي، ببعد عن الباودر لان الباودر يعني بيكبر بصراحه البشره شويه بالظبط كده. والموضه في انت داخله على الروج جو بقى، الموضه دلوقتي بينك ولا ايه؟ البينك ده طالع موضه على كل البشره، اللي كله بقى الناس باربي كلها او باربي بالظبط كده، كل البشرات خلاص بقوا عايزينه بيضة او حمراء. البرونز هايلايت برضو لازال ان موجود؟ بصراحه لا، لا خالص. يعني طب الهايلايت عامه ايه الالوان؟ مهم والله يا مها، لان الناس كلها بتضرب هايلايتر. البرونز انا بحبه كله بيلمع وكده متقلق. بنستخدم الهايلايتر بس الهايلايتر العادي الابيض. الهايلايتر انواع، في دلوقتي معانا كذا شيد. ما هو ده اللي قصدي فيه. كذا شيد بس في منه برونز رايت. اوكي. هو برونز بس احنا مش بنستخدمه، لان هو بصراحه يعني بصي انا لو حطيته بيغمق البشره جدا، بيديلك لو مفيش كده فاضلين لو مفيش لايت كده فاضل ليبستيك بس. انت كده بتعملي كونتورنج. انا بحط دلوقتي الهايلايتر، انا اوريدي كنت عامله برونزر مش مستخدمه الكونتور. برونزر بيكون الطف شويه ومش بيغمق. الكونتور حرف الخد كده وعظمه بنستخدمه كده. بصي لتحت كده هنا كده. ممكن نعمل بقى الروج لان احنا وقتنا بيخلص. يعني احلى روج بقى واسرع حاجه وزي القمر والله بتقول، بس حلاوتي اكتر مع تاتشات بقى بتاعت انجي الحقيقه. هي جميله. الف مبروك يا بتول، ربنا يا رب يتمم لك بخير حبيبتي. يبقى وشنا حلو عليها ان شاء الله. ايوه. انا كده استخدمت خلاص ال يا جماعه الليب جلوس. يعني حاجه كده يعني يا دوب جلوس سامبل قوي واليجنت، ومش يلا بقى مكياج يعني الدنيا كلها بتلمع ومحمره لا حقيقه سامبل قوي. تسلم ايدك يعني. ميرسي. حلو قوي. هو السامبل بصراحه احلى من اي حاجه. ورموش اللي تحت بقى بتحطيها بفرشه فاضيه ولا مليان؟ لا لازم ماسكارا طبعا.